يعني الأمريكان الآن نظرتهم أو الإدارة الأمريكية الحالية نظرتها إلى هذه المنظمة اللي احنا متواجدين جواها الأمم المتحدة مختلفة شوية عن الإدارات السابقة. بالتأكيد مش مختلفة شوية، مختلفة كثيرا، لأن هناك نوع من أن هناك في التصور الأمريكي أو في التقييم الأمريكي، في التقييم الأمريكي أن هناك نوع من التبذير أو نوع من صرف الأموال بلا هدف، وخصوصا أن هذا الهدف لا يخص المصالح الأمريكية كما يقولون. هناك نوع من الانتقاد الشديد أن هناك عمالة زائدة أو هناك فائض من الموظفين لا يقوم بأي شيء إلا بتوصيل خدمات قليلة، وأن أغلب الأموال التي تخصص للأمم المتحدة يتم تخصيصها للبيروقراطية الأمريكية، للبيروقراطية الأممية أو الدول الكثيرة، بدلا من أن تخص المشروعات بعينها. وثالثا طبعا أضيف لها هاجس آخر أو خوف وتوجه آخر، أن إذا كانت هذه المشاريع الائتمانية أو المشاريع التنموية أو المشاريع الإنسانية لا تخدم المصالح الأمريكية في تعبيرهم، حسب تعبيرهم، فبالتالي من الأفضل أن قطعها أو اشتراط وضع شروط معينة في مقابل الحصول عليها أو التعامل معها. في مثل يمكن ترجمته بالروسي، من يدفع يحجز الموسيقى، أو يعني يطلب الموسيقى اللي على مزاجه يعني. مش كده؟ وبالتالي الأمريكان هم عايزين إنهم يعني بدل بيصرفوا على هذه المنظمة يسمعوا الكلام اللي هم عايزينه. طبعا بالتأكيد، هو يعني كما قالت أكثر من مرة نيكي هيلي وأكثر من مسؤول أمريكي، المندوبة الدائمة للأمم المتحدة، المندوبة الأمريكية الدائمة للأمم المتحدة، لماذا نصرف أموالا، لماذا ندفع ثمن من يكره أمريكا أو من يحاول أن ينتقد أمريكا أو ينتقد سياسات أمريكا في على المستوى العالمي، أو لا يتعاونوا معنا في تحقيق أهدافنا وتوجهاتنا في القضايا الدولية تحديدا. وبالتالي يعني أستاذ توماس، الكلمة التي من المنتظر أنه يلقيها بكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكلمة الثانية هتركز على يعني القضايا التي يرى ترامب وإدارته أنها مهمة بالنسبة لأمريكا نفسها. بالتأكيد طبعا، لأن هناك طبعا العرف السائد أن كل دولة تعبر عن ما تطمح إليه أو ما حققته من إنجازات وتريد أن تنجزه في العام المقبل، وبالتالي ولكن الأولويات بالنسبة للسياسة الأمريكية كما هو معروف أن أمريكا أولا وأخيرا، عايز ممكن نقول كذا، وتحديدا بعد كده الإرهاب، التعاون الدولي فيما يخص مكافحة الإرهاب والخطر القائم في إيران، قد يتطرق لبعض القضايا تحديدا التواجد الإيراني وخطورة الموقف في سوريا بشكل عام، وبعض الإشارات لو تمت، إذا لم تتم من خلال خطاب ترامب فأكيد تصريحات المسؤولين سواء بومبيو وزير الخارجية أو نيكي هيلي أو بولتون ومستشار الأمن القومي كلها تخص يمن بعض الشيء، ليبيا تحديدا، هناك اهتمام أوروبي في الوقت الحالي بليبيا، وكل ما يخص أمن المنطقة.